وطننا والانتقام وعدنا منذ أن بدأت الثورة السورية السلمية والحراك الجماهيري السلمي المطالب بالحرية والكرامة والأيادي القذرة تحاول تدنيس هذه الثورة والسير بها إلى اتجاهات تطرفية قوموية في محاولة منها لصب هذه الثورة في خدمتها. لعل أبرز هذه الجهة هي دولة العدالة والتنمية وسلطانها أردوغان والذين يساندونهم، وقد استطاعوا أن يلعبوا بمسار الثورة وإحداث أضرار جسيمة فيها. ولكن ما أن بدأت ثورة 19 من تموز في الشمال السوري والتي لا تزال محافظة على مسارها الثوري بفضل سيرها على فكر ومبادئ قائد الشعوب كردستان القائد أبو، حتى عاد إلينا بصيص الأمل مرة أخرى لما حملته من مبادئ ثورية كالعدالة والمساواة وقوة الشعوب. تمر الآن أكثر من سنتين على العزلة المفروضة على القائد أوجلان، والتي في معناها تعني إطباق العزلة والهجوم على مبادئ ثورة 19 تموز من قوة الشعوب وخلاص الشعب السوري من الظلم. دولة أردوغان التي تسير هذه العزلة الوحشية على القائد أبو اليوم تسير حرب شاملة سياسية وعسكرية علينا تحت مزاعم محاربة الإرهاب، ابتداء من إرسال جماعات إرهابية مرتبطة فيها مثل داعش والنصرة وأحرار الشام، مرورا بعملياتها درع الفرات احتلال الشمال السوري، وصولا إلى هجمات قرجوق وسنجار والهجمات المستمرة على طول الشمال السوري. إننا كحركة الشبيبة العربية في مناطق الشهباء لن نسقط على هذه الممارسات اللا إنسانية بحق قائدنا القائد أبو، وسيكون لنا الجواب المناسب على كل هجوم بري على مناطقنا. لذا إننا نشارك ونبدأ بالحملة التي ابتدعها اتحادنا في عموم الشمال السوري. الوطن وطننا والانتقام وعدنا. سوف ننتقم من كل عمل جبان مارسه العدو بحق قائدنا ورفاقنا وشعبنا وأرضنا، فلم يبقى للصبر مجهود، وعليه فإننا سوف نلتف حول شعبنا في مناطق الشهباء ونفضح السياسة الدولية والإمبريالية والاحتلال ونفرق كل محاولات الحرب الخاصة على مناطقنا والرد على هجمات الاحتلال وغيره لاحتلال أرضنا. نعلن عن تشكيل قوات عسكري خاص بالشبيبة لحماية أرضنا وشرفنا. أما بالنسبة لقائدنا القائد أبو فإننا لا نرضى بديلا آخر عن حريته. القائد أبو بالنسبة لنا يمثل الخط الأحمر، ومن أجل حريته من السجن لن نناشد المنظمات الحقوقية فهي متواطئة مع الاحتلال، وإنما بغضب وإرادة شبيبتنا سوف نهدم تركيا فوق رأس أردوغان. وقد أعذر من أنذر. حركة الشبيبة العربية في مناطق شهباء 6 حزيران 2017.